في هذه الأيام يحتفل الشيعة بيوم عاشوراء على طريقتهم، بكاء ولطم وصراخ، ومنهم من ينتف شعره ويلطم خده، وحتى رجالهم يصرخون ويطبرون رؤوسهم، وعزاءات في كل مكان. هل يسمى هذا احتفال بيوم عاشوراء؟ هذه طريقتهم في حزنهم على الحسين رضي الله عنه. ونحن نتساءل، لماذا كل هذا؟ شعارات كثيرة جدا بإشارة واضحة منهم، وهم يقولون يا لثارات الحسين، يريدون الانتقام، يريدون الانتقام من قتلة الحسين كما يزعمون. ونحن نتساءل، لماذا الأئمة من ولد الحسين لم يأخذوا بثأر أبيهم من قتلته كما يزعمون؟ هل أنتم أفضل منهم؟ وهل أنتم أشجع منهم أيها الشيعة؟ إن قلتم نعم فقد هدمتم عصمتهم، فقد هدمتم عصمتهم. وإن قلتم لا، خلاص الموضوع كده منتهي. كثيرا من الشيعة يقول بأن الأوضاع السياسية لم تكن تسمح هذا الكلام. قلنا لهم كذبتم، أنتم تعلمون في دينكم أن هناك ولاية كونية للمعصومين تخضع لها جميع ذرات الكون، يحيون ويميتون ويخلقون ويرزقون ويسيرون الأكوان وينزلون المطر ويحركون السحاب ويستجيبون الدعاء، كل هذا الباطل والشرك يا ذنب الله. فكيف لهؤلاء لا يستطيعوا أن يأخذوا بثأر أبيهم؟ ثم هل هذا هو الحقد الذي يعيش في صدوركم تجاه أهل السنة؟ وممن تأخذون ثأر الحسين؟ من قتل الحسين؟ من قتله؟ ألم يكن الحسين في دينكم أيها الشيعة يعلم الغيب المطلق الكامل؟ فلماذا ذهب إلى العراق إلى الكوفة وهو يعلم أنه سيقتل؟ أليس المعصوم يعلم الغيب في دين الشيعة؟ لماذا ذهب وهو يعلم أنه سيقتل؟ لا محالة. فإن ذهب وهو يعلم أنه سيقتل فقد خرج منتحرا، معاذ الله، معاذ الله أن يقال هذا الكلام في حق الحسين. لماذا ذهب بأولاده وخدمه وعماله ليقتلوا معه بهذه القتلة البشعة الفظيعة وبهذه الذلة والمهانة؟ قتل معه ابنه عبد الله وابنه علي الأكبر، فلماذا ذهب بأولاده إذا كان يعلم الغيب؟ وعلم الغيب عندكم من تمام عصمته كما تعتقدون. أم تقولون أنه خرج منتحرا بنفسه وأولاده وأهله معه؟ إن قلتم بأنه قد خرج وهو يعلم الغيب فقد اتهمتم الحسين بأنه مات منتحرا، وإن قلتم لا، على مبانيكم نسفتم عصمته وأسقطتم إمامته. هذه كلها أسئلة مشروعة نحتاج من الشيعة جوابا عليها.